بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. أما بعد، فهذا هو الدرس 23 بعد 100 من دروس الفقه المنهجي الشافعي اليومية، العنوان مصارف الزكاة. قال: المستحقون للزكاة، عنوان آخر فرعي. لقد ذكر الله تعالى المستحقين الذين تصرف إليهم الزكاة بقوله: إنما الصدقات للفقراء أولا، والمساكين ثانيا، والعاملين عليها ثالثا، والمؤلفة قلوبهم رابعا، وفي الرقاب خامسا، والغارمين سادسا، وفي سبيل الله سابعا، وابن السبيل ثامنا، فريضة من الله، والله عليم حكيم. التوبة الآية 60. وإليك بيان هذه الأصناف. الفقراء جمع فقير، وهو من لا مال له يقع موقعا من كفايته مطعما وملبسا ومسكنا، كمن يحتاج إلى 10 فلا يقدر إلا على 3. خلينا نقرا المسكين وبعدين الكل فرد. المساكين جمع مسكين، وهو من له شيء يسد مسدا من حاجته ويقع موقعا من كفايته ولكنه لا يكفي، كمن يحتاج الى 10 مثلا فلا يجد الا 8، ويعطى هؤلاء و من قبلهم هؤلاء ومن قبلهم عفوا كفايه العمر الغالب على الاصح. طيب لاحظوا معي، شو قال رب العالمين؟ إنما الصدقات للفقراء. ابتدأ بماذا؟ بالفقير، ثم قال بعد ذلك والمساكين. هنا ماذا قال الشيخ؟ الفقراء جمع فقير، وهو من لا مال له يقع موقع من كفايته. يعني واحد مثلا هلا عايش بتركيا، قديش بده باليوم لحتى يعيش؟ 100 ليرة، خلينا نقول 100 ليرة، بجوز بده 200 يعني. 100 ليرة خلينا نقول. هذا الرجل عم يجي 30 ليرة باليوم، فال 30 30 ليرة لا تكفيه، يعني لا يأتيه، لا يدخل عليه مال يقع موقعا من كفايته. ما تكفي. تبانا؟ يعني بمعنى آخر، هو بحاجة إلى 100، جاءه أقل من النصف. جاءه 30، 40، 20، 15، فهذا فقير. ذلك عند الشافعية الفقير أشد حاجة من المسكين، عند الحنفية نفس المعنى بس بيقلبوا المصطلح، بيقول لك المسكين أشد حاجة منه، نفس الشيء، بالنتيجة اثنيناتهم بده يدفع عليهم الزكاة. هلا المساكين قال جمع مسكين، وهو من له شيء يسد ما سد من حاجته. يعني بسد، يعني عم يدخل عليه شيء جيد لكن أقل من كفايته. يسد ما سد من حاجته لكن لا يبلغ كفايته، يعني هو بده 100. هذا المسكين عم يدخل عليه 70، لاحظوا هذاك عم يدخل عليه أقل من النصف. شو قلنا؟ 40 30 20. أما المسكين يحتاج إلى 100 فعم يدخل عليه 70 80 60، فوق النص 90، لكن بالنتيجة عنده بآخر النهار عجز، في نهاية الشهر كمان عنده عجز، في نهاية السنة عنده عجز. فالفقير والمسكين يدفع لهم الزكاة، لكن من أشد حاجة عند الشافعية؟ الفقير أشد حاجة من المسكين. طيب، قال: هذا ومما ينبغي الانتباه إليه أن الحاجة إلى النكاح من تمام الكفاية التي تؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير ما لديه وما يحتاج إليه. يعني واحد بده يتزوج ويشعر أنه بحاجة إلى الزواج، ويشعر أنه إذا ما أقدم على الزواج يعني عنده طلب للزواج، وكل إنسان بتختلف من شخص لآخر. في ناس ما في طلب، يعني الطلب عادي مسيطر على الوضع. الإمام النووي عاش ومات وما تزوج، لكن إذا إنسان يشعر أنه بحاجة، كل إنسان بحاجة إلى الزواج، لكن في واحد حاجته إلى الزواج ممكن إذا لم يتزوج، لم يحصل نفسه بالزواج، يمكن أن يقع في الحرام. فهنا نقول له هذا يأخذ من مال الزكاة لسد كفايته للزواج. لكن مو شرط بقى نروح على الشيراتون ونعمل له حفله او بالمرديان او بال، لا لا لا، نحن بقى والله الله يرضى عليه الشيخ وليد،
لما سوى هذا المركز فيه كان عرسه، فيه كان مهيك الشيخ وليد النسوانهم ورجالهم. شو صار يعني بالدنيا؟ الحمد بسم الله ما شاء الله، وعم يزداد تألق، والله يسلم له بسم الله ما شاء الله ويخلي له زوجته. فيعني في 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 طرق اذا انسان بده يستر. في بعض الناس يا لطيف ما بغير دفع دفع دفع، على شو الدفع؟ يعني بتلاقي واحد على اشياء بسيطه عم يدفع، واحيانا اشياء واجبه من الواجبات يعني سبحان الله لا بيضرب ما بنقدر. ايه يعني نعم. طيب قال العام خلص بخمس دقائق؟ خلص وانا خلص باخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.